بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له ما لك؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. صلاتهم تختلف عن صلاتنا، لأن مشاعرهم تختلف عن مشاعرنا، ونحن نريد أن نزيد من عباداتنا القلبية لنتلذذ بالصلاة أكثر. وقد تدرجنا من حضور القلب إلى الفهم، وفي الحلقة الماضية دخلنا في الرجاء، واليوم نريد أن نعادل الرجاء بشعور آخر، وهو إنه شعور الهيبة. والهيبة هي نوع من أنواع الخوف، وهذا الشعور يكون على أنواع. قبل أن ندخل به، تذكروا أننا إلى الآن ما كشفنا المفتاح السحري للخشوع، وسنكشفه قريبا، الذي سوف يغير كثيرا من صلاتك قريبا إن شاء الله في حلقات قادمة. أما اليوم، فما الفرق بين الخوف والخشية والهيبة، مشاعرنا الجديدة؟ لقد فرق بينها ابن القيم رحمة الله عليه تفريقا جميلا، فذكر أن الخوف هو الهروب من المخوف منه، أما الخشية فلا، هي خوف ولكنها مع علم، فإذا زاد علم العبد بربه صار خوفه خشية. ولهذا تلاحظ أن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف. هذا نوع وهذا نوع. أما الهيبة فهي خوف مع علم وتعظيم أيضا، فيها تعظيم. فأنت مثلا تخاف من النار، ولكنك لا تهابها، لأن خوفك سببه يعني خوف الإيذاء وليس التعظيم، فأنت لا تقول النار لها هيبة، لا. أما والدك فأنت تهابه، لأن شعورك اتجاهه عبارة عن خوف مع تعظيم، فتقول والدي له هيبة. فإن قلت لي: أنت تريدنا في الحلقة الماضية أن نرجو الله، والآن تريد أن نخاف منه، كيف نجمع بينها؟ الجمع بينها سهل، الجمع بين الرجاء والخوف مسألة سهلة، لا يحتاج فيها الأمر إلى تعب. ونحن نجمع بين الخوف والرجاء في المخلوقات، عندما نتعامل مع المخلوقين نجمع بين الخوف والرجاء، فكيف لا نجمع بينهما مع الخالق؟ ألا ترى أن الرجل يكون مدينا لرجل آخر ولكنه طيب، يعني الدائن طيب، فالمدين يقر بأنه مدين ويجب عليه أن يدفع، ولكنه يرجو منه أن يسقط الدين، فهو يطمع فيه لأنه طيب. وألا ترى الطالب يكون عند المدرس الطيب المتسامح، فيقدم في الاختبار تقديما سيئا، فيخاف من تقديمه، ولكنه مع نفس الوقت يرجو أن ينجحه المدرس لأن المدرس طيب. نفس الشيء، أنت تعترف بذنبك فتخاف منه وتقر به، ومع ذلك ترجو كرم الكريم، مثل سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لاحظ: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنا مذنب وأنت كريم. وكل شيء إذا خفته فأنت تفر عنه إلا الله تعالى، فالله تعالى إذا خفته فررت إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لاحظ: منك إلا إليك. ومن دعائه أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، الرضا منك والسخط منك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، يعني أنا أرجوك أنت وأخافك أنت، إذن أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال ابن القيم: ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم. يقول المقيم: ولو استقصينا شرحها لخرجنا بكتاب ضخم، ولكن إن دخلت يعني في هذا العلم رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى كلامه رحمه الله. إنها عظمة الله والهيبة هي أعلى مراتب الخوف. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: هيبة الجلال هي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف.
وربنا سبحانه له هيبة عظيمة لا يعلمها إلا من هزته تلك الهيبة، هيبة لا تقاربها هيبة، والذي يقف بين يديه يشعر بها بوضوح. جبريل بقوته وعظمة خلقه الذي لو بسط جناحا من أجنحته لسد الأفق، سد الأفق يعني الشمس ما ترى، وهو له 600 جناح. ومع هذا انظروا ماذا حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حدث له أمر عظيم عندما وقف بين يدي الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، يعني ليلة الإسراء والمعراج، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي. الحلس هو القماش الذي يوضع تحت الدابة، والبالي يعني القديم. وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، هيبة. قال ابن القيم: من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلقه الله، ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وإنهم لا يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: إذا توضأ يقولون يصفر وجهه ويتغير، فيقال: ما لك؟ فيقول: تدرون بين يدي من أقوم؟ والخوف من الله يزيد في قلب العبد لسببين اثنين، بسبب علم العبد بربه وعلم العبد بنفسه. أما علمه بربه فلأنه سبحانه عظيم، يعلم أنه عظيم وذو كبرياء وجبروت، لا ينبغي له أن يعصى ولا ينبغي له أن يخالف، ما تخالفه، كل شيء تحت قهره وسلطانه، الكون والمجرات والنجوم والملائكة كل هؤلاء يمشون بنظام دقيق، ما يخالف واحد منهم أمر الله مرة واحدة منذ أن خلقهم الله عز وجل. فمن أنا ومن أنت حتى نخالف أمره أو نخرج عن هذا النظام؟ ولهذا فإن الله تعالى يهز عباده ويقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ننتقل إلى ركن آخر من الهيبة بعد هذا الفاصل. الذي يزيد هيبة الله في قلبك علمك بربك وعلمك بنفسك. أما علمك بربك فذكرناها ونزيد عليها أن الله يقول لك ويحذركم الله نفسه، وهذه تكفي. وأما علمك بنفسك فإن الإنسان أدرى بأفعاله وأدرى بما في قلبه. يقول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو أدرى باليوم الذي أغلق فيه الباب على نفسه واجتهد في التخفي عن الناس وفعل ما فعل. هو أعلم بالمدة التي استمر فيها بالمعصية، وفي كل مرة يؤخر التوبة يؤخرها، وهي الآن ما تاب. الله عز وجل: لو أهلك العباد لأهلكهم جميعا وهو لا يبالي بهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هيبة. أتريد أن ترى قرية كاملة أبيدت وأهلكت عن بكرة أبيها؟ سأعرض هذا عليك مصورا أمام عينيك. سأعرض عليك قرية تم اكتشافها في إيطاليا تعود إلى العام 74 بعد الميلاد، دمرها بركان عظيم ولكن بشكل غريب فعلا. أرجوك تابع معي. هذه هي المدينة، وهذه المدينة تميزت بإطلالتها على جبل، والجبل هذا بركاني خامد، وهذه المدينة اشتهرت بمعصية الله عز وجل. ماذا كانت معصيتهم؟ أولا هذه أنابيب مياه عندهم، وعندهم تقدم مع أنها 74 ميلادي. اشتهرت بالزنا في كل مكان، حاشاكم توجد بيوت للدعارة، هذه بيوت دعارة، انظروا هذه غرف تجدها صغيرة ومنتشرة، وهم يمارسون الفاحشة بعلانية ويستنكرون من يتستر. فهذه غرفة من الغرف اللي كانوا يستخدمونها، وانظر غرفة صغيرة ليس فيها إلا فراش بس، وكان عندهم حضارة وعندهم قطعهم النقدية وبيوتهم كما هي. فجر عليهم بركان، هذا البركان نفسه الذي انفجر، هذا هو نفسه، ولكن هذه الصورة أخذت لما انفجر مرة أخرى عام 1944. انفجر مرة أخرى في هذه السنة، وهذا تصويره أبيض وأسود كما تشاهدون. سنة 1944 لما انفجر حصد له 13,000 نسمة، هذه بعض آثاره. يقول الباحثون أنه لما انفجر فدمر تلك القرية
74 ميلادي كان أضعاف هذا الانفجار، أضعاف هذه القوة. الأمر كله طال تقريبا 19 ساعة عندما أهلكت القرية في سنة 74 ميلادي. واحد فقط الذي نجا وكتب مذكراته. يقول الباحثون ظلت المدينة مدفونة 1700 عام، هنا بدأ الانفجار، وغطوا تحت كمية من الرماد. كان في السابق يظنون هؤلاء ماتوا خنقا، وبعد أن أجريت الآثار ظهروا على سطح الأرض. فانظروا كيف هي، هم على نفس أشكالهم وعلى نفس هيئاتهم، أهلكهم الله عز وجل على مثل ما هم عليه. يؤكد أحد الخبراء اسمه باولو بيترون وعالم براكين اسمه جيو سيبي أنه مما لا شك فيه أنهم أحيطوا بموجة حارة من الرماد عندما فجر البركان عليهم، أحيطوا بموجة عامة من الرماد الملتهب تصل تقريبا إلى 500 سيليزية كلهم على هيئاتهم. كانت مسألة سريعة جدا حيث غطت 7 أميال إلى الشاطئ تقريبا ب4 دقائق. كل تحجر كما كان، النائم نائم والجالس جالس والمضطجع مضطجع، كلهم تحجروا على حالتهم بشحمهم ولحمهم. وعندما انفجر البركان ارتفع الرماد إلى 9 أميال في السماء، تخيلوا، وخرج الكثير من الحميم. يقول العلماء أن كمية الطاقة الناتجة عن انفجار البركان يفوق أكبر قنبلة نووية، هذه خبزة لهم، انظروا ماذا حدث لها. ثم تساقط الرماد عليهم كالمطر فدفنهم تحت 75 قدم من رماد. يقول أحد علماء البراكين عن 80 جثة وجدوها ميتة على الشاطئ. يقول هؤلاء 80 جثة لم يظهر عليهم أي نوع من تأهب لحماية أنفسهم من مكروه أو أي ردة فعل تدل على الهلع ولو بسيطة، فقد ماتوا بسرعة حتى أنه ليس لهم وقت ليتصرفوا فيه ولو تصرفا بسيطا. كل هذا حدث في أقل من جزء من الثانية. بعض الناس قد يقول أن هذا يعني إهلاك في الأمم السابقة ولا يحس بشيء. سأريك خسفا آخر حدث قريبا قبل سنوات قريبة، مصور، أرجوك انتبه معي. هذا حفل ماج راقص فيه خمور، يهود يفعلون الفواحش، انظروا ماذا يحدث لهم. أعوذ بالله، خسف الله بهم. فلسطين محتلة وبقرب بيت المقدس يقيمون هذا الفجور من خمر ومعازف واختلاط وسكر. فلما عاملهم الله بعدله وقد كان كثيرا ما يعاملهم بحلمه حدث لهم ما ترى، خسف شامل. الأرض من عليها، وصلوا إلى الطابق الأرضي بعد كل هذا الفجور. حاول أن يغطي الصور اللي فيها خلاعة، يمكن تشاهدوا الطاولات فيها الخمور. المشهد مرة أخرى، المشهد مرة أخرى، هم يرقصون في وسط الفجور ولا يشعرون بشيء. فجأة أتمنى أن تسمعوا الصراخ، انظروا كيف تغير من معازف وله فجأة إلى صراخ وعويل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عجيب وكأنه يصور لك هذه الحادثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقيمات. لاحظ، أعيد الحديث مرة أخرى، سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني الغانيات. قال واستحل في الخمر، انظروا الخمر على الطاولة، انظروا المعاصي، سبحان الأمر ليس بالأمر الحلم، والفزع شديد. انظروا كيف يحاولون أن يجمعوا بقية من نجا، وأما الباقين فهم يسمعون صراخهم الآن وهم في الأسفل، حتى أنهم نزلوا إليهم، انظروا الخصم من الأسفل، لعلهم لا يسمحون للمشاهد أكثر من ذلك. أخي الكريم، هل غرك حلم الله عليك وستره لك وعدم عقوبته لك؟ انتبه، لا تغترن بذلك، لا تغترن بذلك. إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. كل خوف مزعج مؤلم إلا الخوف من الله، فإن الحياة لا تطيب إلا به، لأنه يوصلك إلى أحلى مكان في الكون، يوصلك إلى السماء، إلى الجنة. ألا تحب أن تدخل الجنة؟
قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إنا لنصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. جرب أن يمتلئ قلبك من هيبة الله وستحس بالفرق في صلاتك. الحلقة القادمة عمق آخر، نلتقي إن شاء الله.